جاو قالوا هادي صلحوها وقفوا الاصلاح، ما عرفناش هاد الناس فين مشاو، واش هادي كملوه واش هادي وقفوا، ما عرفناش. دابا حنا خصنا نصليو خصنا نمشيو تان ايبيريا، ماشي حشومه عليهم نعاودو تندرادب. كنحاولوا نوصلوا غير ميساج لاي واحد ولا الناس مسؤولين اللي في البلاد هذه، على الاقل يتعاملوا مع الجامع، نعرفوا واش الجامع خصو يتصلح اولا خصو يتيح وتبنى واحد جديد. بسم الله، السلام عليكم. انا واحد الساكنه ديال جامع مقرا جبل كبير، كنطالبوا الناس على حساب هذا المسجد اللي حقنا هو في شهر شعبان تشاد، وقالوا عادي يصلحوا، ما صلحوا ما والو. يشوفوا معنا شي حال، يا اما الدوله تشوف معنا شي حال، ولا نشدوا المحسنين باش الله وعسى يفهمونا زعما نيدا ونشوفوا هذا المسجد هذا. زعما حنايا القلب ديالنا كيتقطع للاسف، والناس كبارين بحال الوالدين ديالنا دابا ما كيمشيو للمساجد بعادين، كبارين في السن، الطريق دابا الله يحسن لهم كورونا، الجوامع يا خني كتجبر المساجد صغارين كيقول لك تباعد. دابا هذا المسجد قريب لينا، زعما نشوفوا معنا شي حال، الله يجازيهم بخير. خصنا هاد الناس كبارين اللي هنايا ودايرين بها وما يتدخلوا في هاد الشيء هذا، بلا ما نذكروا الاسماء، بلا ما نهدكوا الاسماء، ولكن هي جماعة مقرارة معروفة هنايا ساكنة جبل كبير. حنايا دابا حنا خصنا نصليو خصنا نمشيو تان ايبيريا، ماشي حشومة عليهم نعاودو تندرادب. الشتا راه كانت كارفصو واحد بزاف لواحد الدرجة كبيرة ما تصورش. راه دابا عندنا هنايا شيوخ، عندنا هنايا مسنين، ما يمكنش دابا حنايا والناس مراتي ما يمكنش ما يصليوش، ما يمكنش. كنطالبوا مسؤولين ولا محسنين ولا البرلمانيين اللي عندنا هنا في جامع مقرا في هذا الجبل الكبير يتدخل، أي واحد يتدخل يشوفنا الحل هذا الجامع هذه. جاوا قالوا هذه صلحوها وقفوا الإصلاح، ما عرفناش هاد الناس فين مشاو، واش هادي كملوه واش هادي وقفوا، ما عرفناش. ما تواصل معنا حتى واحد، سقسي كنسقسي دائما، قال لك هما يصردوا يصلحوا لنا الجامع هذه استحاد مشعبان ويا هيدا عبد الله. دابا كثار مع ويا هيدا، دابا كنطالبوا هاد المسؤولين اللي عندنا هنا في جامع مقرا بلا ما نسميهم ماك بزاف بهم، اي واحد فيهم يتطوع باي مبادره من عنده حنا ما نساندو، حنا معاه، حنا مستعدين اي حاجه نقدموا اي مساعده في شي حاجه. طالبوا الجامع تفتح، ما كنطالبوا بوالو. وكنطالبوا بالسيد مهدي والي الجهه ديال طنجه تطوال حسيمه زعما يشوف لنا هذا الحال، هو عارف شنو كاين والمول المنطقه هذه، طالب يشوف لنا هذا الحال، يهضر مع الاوقاف ولا يهضر مع المسؤولين كبارين زعما الله وعسى زعما يرفق بالحال ديالو. راه حنا فهمتي قدام ساكنين ما حشومه، دابا قالوا غادي يعدلوا او ما جاتو حقا، جابوا شي ماتريال نزلوا شي ثلاث ايام هنايا ولا شي اربع ايام عاود مشاو في حالهم، ما كاين حتى شي حاجه. الجامع حنا كنشوفوا بالنسبه لنا مزيانه، ما مشقوقه، ما كطيح ما والو، زعما هاني الحمد لله. ودابا هما زعما الله يديهم علينا والسلامه. كنحاولوا نوصلوا غير ميساج لاي واحد ولا الناس مسؤولين اللي في البلاد هذه، على الاقل يتعاملوا مع الجامع، نعرفوا واش الجامع خصو يتصلح اولا خصو يتيح وتبنى واحد جديد، خصنا نعرفوا المشكل اللي فيه، على الاقل يعطيونا واحد الباين ان هذا الجامع نعرفوا شنو اللي فيه. حنا عينا كنتسناو، كنقولوا اليوم غدا اليوم غدا، ما كاين حتى جادي، كنقولوا على الله شي محسنين الناس، فاما اذا احتاجنا بنية ولا شي حاجه عطى الله محسنين الله ينزلوا، وكاين الناس اللي تدفع، ما كاينش من الناحيه مشكل، هما المشكل باقي عندهم الاوقاف اللي ما عارفينش يجاو شدوه جامعه تشد. واش المشكل يقولوا لنا الباركين نهار الجمعه اللي كيعمل بلوكاج يجيو يعملوا بلاكات يوقفوا لنا البارك، يوقفوا لنا الباركين من هذه باركي ودا باركي تضرب بمورط. المهم نعرفوا المشكل اللي كاين في هذا الجامع، ماشي نقولوا تشد جامع صافي حنا نبقاو نتسناوهم حتى يجيو غتنزل لواحد من عند الله اللي يحل لنا هاد المشاكل هادو، لا هما اللي خصهم يعملوا. حنايا دائما كنقول الوالدين ديالنا الوالد 80 عام بوبران خصو يمشي تندرادب ولا حمر حجره ولا تلان شار فوقي باش يصليو الراجل كبيبه، عاوتاني نتسناو الوالدين ديال الناس هنايا كاملين كيتسناو باش الناس تصلي وكذا، خصها تباعد، ماشي كلشي عنده الطونوبر لا يهود يصلي، راه الناس كبارين 80 90 عام 75 عام، الناس خدمت حياتها كامله وهي كدمر باش تكبر غير تضرب جوج الخلفاج باش تصلي ديري فيها الاجر، ما عندهاش حتى الوقت تضرب مسافه. خصنا نشوفوا الحال هادشي هذا، باقي كنتسناو الحال، وهادشي علاش عايدنا نشوفوا الحال ان شاء الله يكون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.